وصفا مربى هدف التعادل للمنتخب الوطني المغربي، هدف التعادل للمنتخب الوطني المغربي. أمرابط يفك لغز التسجيل ويسجل الهدف، الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي، أي هدف التعادل. أراح الجماهير، أراح الجماهير الحاضرة هذا الهدف، أراح هذا الجمهور الذي يتابع، وأراحنا على الأقل لأن عديد الفرص ضاعت. وأمرابط يسجل بدقة وبفعالية وبتركيز، لاحظوا الإعادة، هدف جميل، هدف التعادل من نجم الجديد للكرة المغربية اللاعب أمرابط الذي يخطف الرسمية لحد الآن، أقولها يخطف الرسمية هذا اللاعب، لاعب الدوري التركي نور الدين أمرابط، لاعب قيصر سبور واللي الكل كيتكلم عليه بكل صراحه.